السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي. النهاردة ان شاء الله هنخش المطبخ يا حبايبي، نعمل اللفت زي ما انتوا شايفين كده بحاله حبايب قلبي من غير ما نخرطوه. ده ان شاء الله نعيشنا وكلنا عمر عشان رمضان، عشان في رمضان حبايبي بنشتري مخللات جنب اي اكل بنحط مخلل. فحبايب قلبي كل سنة وانتم طيبين، ويجعلوا رمضان كريم وسعيد ويفرح كل منا ان شاء الله، ويفرحنا من الدم ان شاء الله، ويسدد ديننا ودين المسلمين، يجعلها ايام خير وستر وبركة من الله علينا ان شاء الله. نخش المطبخ يا حبايبي نشوف احنا هنملحه ازاي، سهله وبسيطه ان شاء الله. يلا بينا على المطبخ نشوف احنا هنعمل ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيك يا حبايبي عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. صل على رسول الله، اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد، واذكروا الله يا حبايبي لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. معلش يا حبايب قلبي سامحوني ان انا بصور لكم، بس انا مش قادره ان انا يعني اتكلم حقيقي والله يا حبايبي، انا اخده دور برد جامد فتعبني شويه الحمد لله. بس حبايب قلبي انا النهارده جايه هعمل معاكم اللفت ده، حبايب قلبي بيقعد معاكي من السنه للسنه، طريقه جميله جدا جدا وسهله وبسيطه حبايب قلبي. انا جبت اللفت زي ما انتم شايفين كده، بتجيب اللفتايه الصغيره زي ما انتم شايفين كده، مسكته طبعا غسلته وخليته زي الفل وزي العسل زي ما انتم شايفين كده. معاكي الكبيره معاكي الصغيره، بس هو لما بيبقى صغير بيبقى جميل. بتطلعي الواحده تقطعيها حبايبي في قلب الطبق، صغير بتقطعي بتطلعي كام واحده، بس هو جميل جدا جدا ان شاء الله حبايب قلبي. ده انا عاملاه عشان خاطر رمضان. تلحقي بقى تجيبي حبه زي دول تعمليهم او زي المقدار اللي انت عاوزاه علشان خاطر حبايبي رمضان، بدل ما نشتري مخللات من بره. طبعا انا عملت معاكم الليمون وعملت معاكم البدنجان وديني كمان بعمل معاكم اللفت حبايب قلبي ان شاء الله باذن الله. ان عشنا كلنا عمر باذن الله الحاجات دي هنطلعها في رمضان باذن الله حبايب قلبي، بدل ما بنروح في رمضان وتقفي بيبقى طوابير على المخللات، وغير كده انت مش ضامنه الحاجه معموله ازاي ومنضيفه ولا مش نضيفه. طب واحنا على ايه حبايب قلبي؟ احنا نعمل الحاجه في البيت افضل وانضف كتير من بره وسهل خالص يا حبايبي. امهاتنا زمان الله يرحمهم ويسامحهم كانوا بيعملوه بالطريقه دي، ويقعد معاهم السنه سنين مش سنه واحده بس حبايبي. فبسم الله ما شاء الله بتطلعي الواحده وبيقعد الواحده بوحدتها وما شاء الله بيتملح بيبقى جميل جدا. هنا معايا مقاديره ايه حبايب قلبي، الكميه اللي انت عايزاها بقى دي انا مش هقدر احدد لك فيها اللفت اللي انت عايز تعملي قد ايه، دي حريه شخصيه ليك. معايا هنا حبايب قلبي زي ما انت شايفين كده جايبه الكوز مليان ميه، وهنحط فيه 3 معالق كبار ملح كده حبايب، تمام كده بسم الله الرحمن الرحيم كده، وهنقلبهم حبايب قلبي ماشي. خليكم معايا بس حبايبي كده انا دوبت الميه مع الملح، هنركن بقى دي على جنب كده حبايبي ونقرب لنفسنا ايه البرطمان. معايا البنجره يا حبايبي هنقطع الاول كده عشان يبقى كله فيه بنجر ماشي كده كده تمام كده. هنبدا نحط بقى اللفت كده بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي الله اكبر كده حبايبي زي ما انتم شايفين كده. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب حبايبي. ان شاء الله الفيديو عجبكم ونقول اعجبكم، لو الفيديو عجبكم حبايب قلبي بصوا في صغير ازاي حبايبي، دي بقى بتطلعي واحده تقطعها على 2 على 3 صغيره دي على 2 ما شاء الله حبايب قلبي ما شاء الله. الكبيره شويه بتتقطع بقى زي ايه بنخرطها زي ما بنخرط اللفت اللي احنا هنعمله وناكله على طول زي ما انا عملت معاكم قبل كده. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين يا رب العالمين. زي ما انتم شايفين كده حبايبي بغسلاه طبعا كان مليان تشينه، مش قادره اقول لكم يعني حبايبي كان مردوم تشينه، يعني مش قادره اقول لكم قد ايه التشينه اللي كانت فيه، كانت كتير جدا جدا. بص حبايبي كده بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي الله اكبر. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم. نسيت اخلط كم واحده، معلش حبايبي انا مش مظبوطه والله الحمد لله الحمد لله كده. وكده كده هيلون كله مع بعض، واصلا اللفتايه ما شاء الله عليها حبايبي محمره. في لفته تجيبيها حبايبي تبصي تلاقيها هي اللفتايه نفسها محمره، اللفتايه اللي بتبقى محمره دي بتتحمر مع نفسها على طول كده زي ما انتم شايفين. خليكم معايا يا حبايبي. بص حبايبي كده انا مليت البرطمان زي ما انتم شايفين، طبعا دورت الملح مع الميه، هنسمي الماء بقى حبايبي كده بسم الله الرحمن الرحيم، وهنفضي لحد ما نغطي اللفت كله بالمية وملح. نقصت المية عادي ممكن نجيب مية تاني ونكمل، ما نقصتش يبقى نحطها كلها ان شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب ان شاء الله حبايبي. الطريقة بتاعتي دي تعجبكم، ناس زمان حبايب قلبي كانوا بيعملوا الحاجة كده
وكانت بسم الله ما شاء الله بتبقى زي العسل كده حبايبي. هضطر ان انا اجيب حبه تاني ان شاء الله ادوب فيهم ملح وارجع معاكم تاني. خليكم معايا بس حبايبي كده البرطمان زي ما انتم شايفين حطيت له الميه الملح تاني وزي ما انتم شايفين كده كده هتملح اللفت حبايبي. الحقي بقى اجيب لك حبه حبايبي واعمليهم قبل ما اللفت كل ما يقعد اللفت بيبقى شايخ. فانت جيبي دلوقتي حبايبي هو طالع ما بقالوش فتره كبيره يعني كل ما تتاخري في انك تجيبيه بتجيبيه بيبقى شايخ. وتجيبي اللفتايه المحمره اللي زي كده حبايبي بتبقى مسكره وفي نفس الوقت لو انت ما حطيتيش بنجر بتلون اللفت منه فيه. بس انا بحب برضو حتى لو هي حمرة بحب حتى لو اخرطه بحب احط البنجر بخلي لونه يبقى شرباتي كده حبايبي. انا بحب اللون اللفت كده. في ناس بتجيبه وتملحه كده من غير اي حاجه لو اللفتايه مش حمرة بتبقى مش حلوه حبايبي. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. يا رب الفيديو يعجبكم حبايبي ونقول اعجابكم. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم. لو الفيديو عجبكم حبايب قلبي حطوا لي لايك فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. يا رب ان شاء الله اي حاجه اكون بعملها تكون بتعجبكم وربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. ما تنسونيش دعوه حلوه وما تنسوش دعوري. ربنا يشفيني ويشفي مرضى المسلمين اجمعين يا رب العالمين. ما قدرتش ان انا ابقى تعبانه حبايبي وما اعمل لكمش حاجه برضو عشان انتوا حبايبي واخواتي. ربنا يبارك فيكم وما يتحرمش منكم ولا من الكومنتات الحلوه اللي انتوا بتكتبوها لي والناس اللي دخلت القناه واللي معايا من الاول. حابه اشكركم. ربنا يبارك فيكم ويخليكم ليا وما يتحرمش منكم ابدا. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. صل على رسول الله حبايبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وحط اللايك حبايبي حط اللايك واذكروا الله لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.